في الحقيقة النهاردة هو ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة سناء يونس اللي رحلت عن عالمنا يوم 20 مايو عام 2006 بعد رحلة عطاء فني كبيرة جدا جعلتها واحدة من أهم نجمات الكوميديا في مصر. الفنانة سناء يونس قدمت عشرات الأدوار اللي لسه فاكرينها لحد دلوقتي، وخصوصا شخصية فوزية في مسرحية سك على بناتك مع الأستاذ الكبير فؤاد المهندس. اليوم هو ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة سناء يونس التي رحلت عن عالمنا في 20 مايو عام 2006 بعد رحلة عطاء فني جعلتها إحدى نجمات الكوميديا في الزمن الجميل، حيث قدمت عشرات الأدوار التي رسخت في أذهان الجمهور. واشتهرت سناء يونس بشخصية فوزية التي قدمتها مع أستاذها الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك. ماله فؤاد المهندس برقبتك؟ على يدي كان فؤاد قاعد هنا وام المهندس قاعده هناك. ولدت سناء يونس في 3 مارس عام 1942 بمدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. يخطى علي وعلى جمال أمي. شربات شربات. بدأت مشوارها الفني بالمشاركة في دور بسيط في فيلم إشاعة حب عام 1960، حيث ظهرت كإحدى صديقات البطلة سعاد حسني، كما شاركت في المسرح الحر وتميزت في الكوميديا. واقتنع فؤاد المهندس بموهبتها فاستعان بها في عدد من مسرحياته، ومنها سك على بناتك وحالة حب وهالة حبيبتي. طب ده أنا عندي حتة مشروع خيري هيريح كل الأطراف المعنية. إذا كان هيريح كل الأطراف المعنية أنا ما عنديش مانع أعمله. إيه المشروع ده؟ هو تتجوزني. تألقت الفنانة سناء يونس في السينما، حيث قدمت حوالي 40 فيلماً، منها حمام الملاطيلي، جنون الشباب، سري للغاية، حد السيف، والجوع. كما شاركت أيضاً المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام، من بينها اليوم السادس، المصير، والغضب. وكان آخر أفلامها فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا. قدمت سناء يونس العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، وكان آخرها مسلسل الدم والنار والعميل 1001. حصلت الفنانة الراحلة سناء يونس على عدد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل دور ثاني من مهرجان الإسكندرية السينمائي في عام 1992 عن دورها في فيلم الفضيحة. عانت سناء يونس كثيراً مع مرض سرطان الرئة الذي انتشر إلى أنحاء جسدها وجعلها تعاني لفترة طويلة، حتى وفاتها في 20 مايو عام 2006 عن عمر ناهز 64 عاماً.